النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عام من صلح الحديبية خرج في 2000 رجل عدا النساء والصبيان ليعتمروا بدل عمرتهم التي وقعت قبل صلح الحديبية والتي لم يتموها. أمر الصحابة الذين شهدوا صلح الحديبية كلهم أن يخرجوا معه، فهذه العمرة ستسمى عمرة القضاء، إما قضاء للصلح والمعاهدة أو قضاء لعمرتهم التي لم يؤدوها. فخرج الصحابة الذين شهدوا الحديبية كلهم إلا من استشهد أو مات، خرجوا ليؤدوا عمرتهم كما وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة محرمين، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة بدأوا بالإحرام وقالوا لبيك اللهم عمره، وانطلقوا إلى مكة وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار الناس كلهم يلبون ومشوا في طريقهم ملبين، كلهم قلوبهم تتشوق إلى البيت الحرام، تتشوق إلى الطواف بالبيت الحرام، تتشوق إلى الصلاة في البيت الحرام. حتى أهل مكة الذين هاجروا من مكة يتشوقون إلى الرجوع إليها، حتى وصلوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ معه سلاحا خوفا من غدر قريش، لكنه لم يدخله إلى مكة، فوضع السلاح خارجا حسب نصوص الاتفاق، وضع السلاح خارج مكة ووضع عنده وخلف معه 200 رجل يحرسون هذا السلاح، ثم ركب ناقته القصواء متوجها لدخول مكة حسب الاتفاق. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 2000 رجل غير النساء والصبيان معه، فلما اقترب من مكة من دخول الحرم خرج المشركون لينظروا إلى المسلمين، فقال بعضهم لبعض انظروا انظروا إلى محمد وأصحابه، أوهنتهم حمى يثرب، أوهنتهم أمراض المدينة حمى يثرب. فأمر النبي أصحابه أن يطبعوا، أن يكشفوا كتفهم الأيمن، وأمرهم أن يرملوا، أن يسرعوا في المشي في الأشواط 3 الأول ليعلموا قريشا وكفار مكة من الذي أوهنه حمى يثرب. فدخل الصحابة ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قلوبهم متعطشة إلى البيت الحرام، فأخذوا يطوفون والمشركين ينظرون إليهم، المشركون ينظرون إليهم نظر حزن وأسف، هؤلاء الذين أوهنتهم حمى يثرب، هؤلاء الذين ضعفوا بسبب جلوسهم في المدينة، هؤلاء الذين أنهكتهم الأمراض، انظروا إليهم إنهم يرملون في أشواطهم وفي طوافهم، يسرعون المشي إلى درجة الهرولة، انظروا إلى قوتهم، انظروا إلى أكتافهم، انظروا إلى نشاطهم، أي حمى هذه التي أوهنتهم؟ فطاف النبي بأصحابه 7 أشواط، ثم بعدها ذهب إلى الصفا والمروة فسعى بين الصفا والمروة، وكان قد ساق معه 60 بدنة كلها هديا لله عز وجل، فنحرها عند المروة وقال كل فجاج مكة منحر، ثم نحرها لله جل وعلا، ثم أمر الصحابة بالحلق أو التقصير، حلق الصحابة وقصروا، فأرسل وفدا إلى السلاح يحرسه ليرجع من كان يحرس السلاح، وتمت عمرة أصحاب النبي، ومكث في مكة 3 أيام بلياليها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم أمر المشركون عليا أن يخبر النبي أن يخرج بعد 3، فذهب علي إلى النبي، فخرج النبي إلى سرف، وهنا تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وأخذها معه
قافلا مع أصحابه إلى المدينة مرة أخرى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الإسلام، اسمه الوليد ابن الوليد، أخ لخالد بن الوليد. ففرح النبي بقدومه وسأله عن أخيه خالد، قال: أما آن له أن يسلم ويجعل نكايته مع المسلمين على المشركين وقدمناه على غيره؟ ففرح الوليد بسؤال النبي عن أخيه، فأرسل برسالة إلى أخيه خالد أن النبي يسألك ويريد منك أن تسلم، أين عقلك؟ أين رأيك يا خالد؟ خالد بن الوليد في تلك الفترة كان قد فكر بالإسلام لكنه ما قرر إلى الآن، رأى رؤيا وكأن الله شرح بها صدره، رأى أنه في مكان ضيق جدب فإذا به ينتقل إلى مكان آخر أخضر واسع منشرح. فسأل أبا بكر لما وصل المدينة عن هذه الرؤيا، قال له أبو بكر: والله يا خالد لا أراها إلا الخروج من الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى الإسلام. خالد بن الوليد قرر أن يسافر من مكة إلى المدينة سنوات وهو يحارب رسول الله. ماذا فعل خالد بالمسلمين في أحد؟ ماذا صنع خالد بالمسلمين طوال تلك السنين؟ إنه أعظم قائد عسكري في ذلك الزمان. خالد قرر الآن أن يسافر ويهاجر إلى مدينة رسول الله. قال: أرجو الله أن يجعل لي رفيقا في السفر. في طريقه وجد عثمان بن طلحة يريد نفس الأمر، وفي الطريق رأوا عمرو بن العاص فسلم عليه خالد ورد السلام، حياه ورد التحية. قال: أين تذهبان؟ فقال لعمرو بن العاص: إنا ذاهبان إلى رسول الله. فقال عمرو: والله إني أريد الذي أردتما. فسار الثلاثة ودخلوا إلى مدينة رسول الله وأقبلوا إلى النبي، فلما رآهم من بعيد فرح النبي واستبشر، قال: مكة ألقت إليكم فلذات أكبادها، رمت إليكم بفلذات أكبادها. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الثلاثة، فإذا بهم ثلاثتهم يدخلون في دين الله جل وعلا: من خالد؟ ومن عمرو بن العاص؟ ومن عثمان بن طلحة؟ إنهم سادة من سادات قريش، إنهم من أكثر الناس فهما وعقلا دخلوا في دين الله عز وجل. خالد الذي جعل سيفه ضد المسلمين لسنوات طويلة، الآن جاء سيف من سيوف الله، جاء خالد ابن الوليد ليرفع راية الإسلام وليجعل بقية عمره مع الإسلام ليكفر ما مضى. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكفر عني ما مضى. قال: يا خالد إن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يجب ما قبله. في السنة الثامنة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفيرا له إلى عظيم بصرى في الشام وأعطاه رسالة له، وفي الطريق اعترضه عامل البلقاء الذي كان يعمل لدى قيصر الروم واسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني، فمسك السفير وعلم بخبره فصلبه وعذبه ثم قتله، قتل سفيرا آمنا ما كان له أن يقتل. سمع النبي بالخبر فغضب عليه الصلاة والسلام: كيف يقتل سفير آمن لم يستعد للقتال لأجل أن يرسل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فغضب النبي واستنفر الناس، تجهز المقاتلون واستعد 3000 مقاتل ليذهبوا إلى الروم أعظم دولة في ذلك الزمان ليدكوهم ويؤدبوهم على ما فعلوا بسفير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه الحارث ابن عمير الأزدي. استعد الجيش، تسلح الناس، جاء وقت الآن الإمارة. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير الجهاد زيد ابن حارثة الذي كان يحبه، قال: فإن أصيب يعني قتل فجعفر ابن أبي طالب ابن عمه الذي للتو جاء من الحبشة، قال: فإن أصيب يعني قتل
فعبد الله ابن رواحة. وفعلا استعد الجيش لقتال دولة عظيمة، ولم يكن النبي قد عزم على الخروج معهم، فهم لوحدهم، وكان معهم خالد بن الوليد الذي أسلم لتوه فردا في هذه المعركة. قبل أن يخرج الجيش للجهاد في سبيل الله واستعدوا للقتال، بكى القائد الثالث عبد الله ابن رواحة. قالوا: ما يبكيك يا عبد الله؟ هل أنت خائف؟ قال: لا والله، ولكني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، يعني وعد أننا سنرد جهنم، ثم ننجي الذين اتقوا. يقول عبد الله بن رواحة: فكنا موعودون بالورود إلى جهنم، لكن لا ندري هل سنخرج منها ونصدر منها أم لا. فبكى عبد الله بن رواحة، فقال الناس له وللقادة: أرجعكم الله سالمين غانمين منتصرين. فقال عبد الله: أما أنا فلا أرجو هذا. قالوا: وما ترجو؟ فأنشد شعرا قال لهم: لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، يعني أنا أرجو من الله ضربة أموت فيها، أراد الشهادة ما أراد النصر، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. هكذا ودعهم عبد الله بن رواحة. قال: أنا ما أريد أن أرجع بغنيمة أو أرجع بأي شيء آخر، إنما أردت أن يتقطع جسدي، تتقطع أحشائي، أن أضرب ضربات حتى يرى الناس جثتي وقد مزقت. كل هذا في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. تجهز الجيش الذي سيذهب لأول مرة لمواجهة أعظم قوة في ذلك الزمان، إنها الروم. وما أدراك ما الروم؟ ذهب الجيش فودعهم النبي ومشى معهم حتى ثنية الوداع، وودعهم الناس توديع رجل ذاهب في الغالب أنه لن يعود، فساروا يريدون مؤتح. فقال لهم النبي وهم خارجون، قال: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة، ولا تقطعوا شجرة ولا نخلة ولا تهدموا جدارا. وصاهم النبي بأدب القتال في سبيل الله، وأتوا إلى حيث قتل الحارث ابن عمير فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا فاغزوا في سبيل الله. وانطلق جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتجاه الشام، حتى وصلوا مدينة تسمى معان، فعسكر المسلمون وأرسلوا استخباراتهم يستطلعون جيش الروم، فإذا بالروم يخرجون بمئة ألف مقاتل، ثم يجتمع عليهم من المدن والقرى المجاورة مئة ألف أخرى، فصاروا 200,000. وصل الخبر للمسلمين: 3,000 سيقاتلون 200,000. لم يكونوا يتوقعون هذا العدد، إنهم بوغتوا الآن. فتجمع المسلمون يتشاورون ماذا نفعل وماذا نصنع، إنه لا مجال للمقارنة، 3 أمام 200، ماذا سنفعل؟ قال بعضهم: نتراجع. قال بعضهم: نرسل إلى النبي كتابا نسأله ماذا نفعل وماذا نصنع. وهنا تكلم عبد الله بن رواحة، قال: يا قوم، ليس الذي تكرهون إلا الذي تطلبون، إنها الشهادة. لا نقاتلهم بكثرة عدد ولا عتاد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. أيها القوم، إما النصر وإما الشهادة، سيروا على بركة الله عز وجل. فاقتنع الناس بكلام عبد الله بن رواحة، وتقدم جيش المسلمين الذي قوامه 3,000
فنزل في مؤتح، عسكر المسلمون في منطقة تسمى مؤتح، وتقدم جيش الروم، سار نحوهم ب200,000 مقاتل يدكون الأرض دكا، أما المسلمون فهم 3,000 قد عسكروا، 3,000 أمام 200,000 كالبحر الهائج يسير في الأرض، يدكون الأرض بسلاحهم وعتادهم. لما تواجه الفريقان هذه النقطة أمام البحر، لكن هذه القلة ثلة مؤمنة صابرة محتسبة. الآن سيبدأ القتال، الآن سيلتحم الفريقان، الآن سيتقدم 200,000 مقاتل ليقاتلوا ثلة مؤمنة لا تتجاوز 3,000. بدأت المعركة وانطلق الفريقان، وإذا بالمؤمنين يقاتلون بكل ضراوة وشراسة، يتقدمهم زيد بن حارثة حامل اللواء قائد المعركة يكبر الله أكبر، شدوا أيها الناس، انطلق حب النبي قائد المعركة، والروم قد أحاطوا بهم إحاطة. فقاتل زيد بن رواحة قتالا شرسا حتى خر على الأرض صريعا، قائد المسلمين أول من قتل في المعركة. ثم استلم الراية جعفر الطيار ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعفر بن أبي طالب، حمل الراية فتقدم يقاتل في سبيل الله عز وجل، وإذا به تقطع يمينه، نزل من على فرسه الشقراء فعقرها وتقدم في المعركة، قطعت يمينه فلم يتراجع ولم ينسحب، والمؤمنون يكبرون ويهللون ويشد بعضهم على أيدي بعض، فحمل الراية بيده اليسرى وقاتل ويده اليمنى مقطوعة ولم يبال بهذا، دمه ينزف، أعضاؤه تتقطع، الرماح تتساقط عليه والنبال تتوجه إليه يستقبلها بصدره، فقطعت يده اليسرى. راية المسلمين لا تسقط الآن، لقد انحنى على الراية وجلس على الأرض ومسك الراية بعضديه، ولا تسقط راية المسلمين، والرماح تتساقط عليه والنبال تتوجه إليه، لكنه رجل، ازدادت الرماح وازدادت النبال حتى سقط على الأرض وقتل جعفر. قال النبي: رأيته يطير في الجنة بجناحين، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. سقط جعفر. أيها الناس، أين عبد الله بن رواحة القائد الثالث؟ أخذ الراية عبد الله، لكنه تردد في البداية لما رأى جيوش الروم، فقال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد أجلب الناس وشد الرنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما أي القائدان هديتي. فإذا بعبد الله يقول الله أكبر: أيها الناس شدوا. فانطلق في المعركة فقاتل حتى قتل 3 القادة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قتل حبه زيد بن حارثة، قتل جعفر، قتل عبد الله، فالقادة في المقدمة، ولم يسم النبي بعدهم أي قائد آخر. وتستمر المعركة بلا قائد للمسلمين، القتال شرس، وقوة الروم تفوق بكثير قوة المسلمين، ومع هذا لم يهن المؤمنون، يقاتلون في سبيل الله عز وجل، فلم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. أخذ الراية رجل من المسلمين اسمه ثابت ابن أقرم، فقال: أيها المسلمون اصطلحوا على رجل منكم، اتفقوا على رجل منكم. فقال المسلمون: أنت يا ثابت؟ قال:
لا والله ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. فإذا بهم يصيحون خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله عز وجل، ولأول مرة يقاتل مع المسلمين. فإذا بهم يصطلحون عليه فيأخذ الراية، إنه خالد بن الوليد، إنه الرجل العسكري المجرب للحروب. والمسلمون يقاتلون، يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. بل إن القتلى من الروم كانوا أكثر بكثير من قتل المسلمين. خالد بن الوليد أخذ السيف، فإذا به يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى كسر السيف من يده، ثم أخذ سيفا آخر فأخذ يقاتل حتى كسر السيف أيضا من يده. يقول: فكسرت 9 أسياف في يدي في ذلك اليوم. صبر الصحابة في القتال من أول النهار إلى آخر النهار، فلم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. لم يضعف المؤمنون، يقاتلون في سبيل الله لجنة عرضها السماوات والأرض. يقول خالد: بعد أن كسرت 9 أسياف مسكت صفيحة يمانية فأخذت أقاتلهم بها، أدفعهم بها، حتى سقط الناس بهذه الصفيحة، حتى انتهى النهار وخيم الليل. فإذا بالمسلمين ينحازون والروم ينحازون، وخالد بن الوليد لا يدري ماذا يصنع، ماذا أصنع ب3000 أمام 200,000 من الروم، ماذا أفعل معهم؟ فإذا بخالد يعد خطة عسكرية حكيمة ذكية. قال للميمنة: كونوا في الميسرة، وللميسرة: كونوا في الميمنة، وللمقدمة: كونوا في المؤخرة، وللمؤخرة: كونوا في المقدمة. وأي خطة هذه يا خالد؟ ليتفاجأ الروم في اليوم الثاني أن الجيش الذي كان يقاتلهم بالأمس ليس هو الجيش الذي يقاتلنا اليوم، إنه جيش آخر، إنه مدد جاءهم من المدينة. إن المسلمين يمدون الآن بآلاف مؤلفة. فزع الروم بهذه الخطة، خافوا أن المسلمين يمدون بآلاف مؤلفة، دب في قلوبهم الوهن 200,000، لكنهم لا يقاتلون في سبيل الله. 3,000 ثابتون صامدون، لأنهم يقاتلون في سبيل الله. وبخطة محكمة بدأ خالد يتراجع، والروم يتوقفون، خافوا أن يلحقوا بالمسلمين، ظنوا أن في الأمر مكيدة، فهذا جيش آخر، إذن الصحراء مليئة بجيوش للمسلمين، المدد يأتيهم، وجعلوا لنا مكيدة في الصحراء. إنها خطة عسكرية حكيمة من سيف من سيوف الله عز وجل، من خالد بن الوليد. خالد خاف إذا تراجع أن يتبعه الروم فيقتلونهم ويحصدونهم، لكنه لما غير تشكيلة الجيش توقف الروم، فرجع خالد وتراجع، وتراجعت الروم ب200,000 مقاتل، تراجعوا إلى أماكنهم. وتراجع خالد بن الوليد حتى كر خالد بن الوليد بالجيش، منتصراً بأن لم يقتل، منتصراً بأن لم يحصد. ورجع خالد بن الوليد بجيش من جيوش الله، برجال قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا من أول النهار إلى آخر النهار، إلى آخر النهار، ولم يضعفوا ولم يهنوا. ووصل خالد بن الوليد بجيش إسلامي عظيم، مات قادته 3 كلهم إلى المدينة، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتل جعفر، وقد كان يحب جعفر حبا عظيما، ذهب إلى آل جعفر فنادى أولاده فأجلسهم عنده وشمهم عليه الصلاة والسلام واحتضنهم وقبلهم، فرأت أمهم ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، كأنك علمت من جعفر وأصحابه أمرا. قال: نعم، لقد أصيبوا. فبكت زوجة جعفر، فقال لها النبي: تخافين عليهم العيلة؟
فإني وليهم. تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم، ثم بشر زوجته بأنه رأى جعفر يطير بجناحين في الجنة، ومن هنا سمي جعفر الطيار. حزن النبي حزنا، فلما خرج من آل جعفر قال للناس: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. أصيب زيد وكان يحبه النبي، أصيب جعفر وكان يحبه النبي، وعبد الله بن رواحة وكذلك كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد عاد الصحابة وواجهوا أعظم دولة في ذلك التاريخ. من كان يظن من العرب أن أحدا يستطيع أن يتجرأ على دولة الروم؟ 3000 واجهوا 200,000، وكان عدد القتلى من المسلمين أقل من عدد القتلى من الروم النصارى، ولهذا سماهم النبي كرارا. نعم مات من مات وقتل من قتل، ولكن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا طويت صفحة وجرحت كرامة الروم، وعلم الناس أن الجيش الإسلامي اليوم يتحدى أكبر الدول وأعظم القوى. بل بشر النبي أصحابه بعد هذا بفتح بيت المقدس، وبشرهم بفتح القسطنطينية وفتح روميا التي تسمى اليوم روما، حتى سئل: أيهما يفتح أولا، القسطنطينية أو روميا؟ قال: بل القسطنطينية. وفعلا فتحت، وبشرهم بفتح روما. وهكذا رفع النبي معنوياتهم، مع أنهم جرح منهم من جرح وأصيب منهم من أصيب، لكن المسلمين ليس لهم إلا إحدى الحسنيين.